أهلا بكم في بودكاست شعر. القصيدة هي السيرة الذاتية التي تعرفنا بالشعر، فلا أجمل من الاستماع إلى قصيدة كي نتعرف على شاعرنا. مطر بلا صحب لي ما لأهل الهوى، كسف عن الحجب، أرى بقلبي أنا ما لا تراه دبي. جميل. لي اشتعال دمي، لي كل ما قرأت هذه الوجوه على مرآي من تعبي. لي كل ما في السراب الهش من غرق، ولي أنا ما لهذه الشمس من لهبي. ولي شياطين حشد قد تلبث بي، ولي انتماءات عشاق لروح نبي. ولي أنا حذر المنذور من حذري، لحيرتي في المكان السائل السريبي. أنا مريد قديم في الهوى، لي ما لشيخ من حكمة من هيبة الأدب. لي مهجة الطائر القدسي، لي نبأ أن سوف تكتمل الرؤيا بلا صخبه. لي كل ما للنجوم الزرق من أرق، لي الجوى لتجلي الماء في العشب. لي كل ما فيك يا منسي في جسدي، ولي من الحزن ما يكفيك للطرب. يا سلام. ولي تضاريسي الشوهاء، لي قدر الوسيم، لي غدي المحفوف بالريب. ولي غموض الذي ما عدت أشرحه إلا وزدت غموضا كالدجى الرهب. آمنت أن خيبتي الحسناء متكئ الوحيد، والريح دربي والصدى ركبي. آمنت بالقلب صبا عاشقا ولها، تبتل النور فيه وهو محض صبي. آمنت بالحب غيما أستحم به، إذا هما مطر الرؤيا بلا صحبي. آمنت بالقبلة الأولى مذ انفجرت أنثاي أسطورة من ضوعة الشهب. آمنت حتى لم أعد جسدا، ففضت ضوءا إلى الأعماق يصعد بي. الله، جميل يا عبد العزيز. شاعرنا الجميل، شاعرنا الكبير عبد العزيز لو، يعني أنت تضعنا أمام تحدي جميل. كيف يتحدى الإنسان اللغة ليطوعها ويكتبها بأرفع شكل ممكن؟ أنت تكتب لغة رفيعة لكنها ليست لغتك الأم. أريد أن أعرف من البدء في السنغال، حين كان عبد العزيز الطفل يلهو في القرية ثم يكبر وينتقل إلى المدينة، ثم يرى كل هذه الأشياء المحيطة به، أصوات ومفردات ورؤى شعرية، ثم ينتقل إلى غربته في بلد ما ويكون الشاعر الذي هو عليه الآن. أريد أن أعرف أين عبد العزيز الآن من كل هذا. والله كما قلت سابقا في أحد كتاباتي، بأن ذلك الطفل ما زال هو على حاله. أنا ابن قرية، ومكونات القرية وروح القرية ما زالت في داخلي، وأيضا أحملها في قصائدي، لأن قصائدي لو كنت أستطيع أن أقول بأنها قصائد من الذاكرة. أتذكر يعني حياة القرية وحياة المدينة أيضا، ومكونات المدينة بما في ذلك الأشجار، البحر، النهر، البوادي، كل ذلك يعني كونت شاعرا، بالإضافة إلى التكوين الدراسي. لأني أستطيع دائما أقول بأن أنني لست من أبناء المدرسة النظامية،
إلا في وقت متأخر جدا. أنا من أبناء الدارات القرآنية كما يعني المجالس العلمية بعضهم يقولون القرآنية، بمعنى أنك تعلمت منذ الصغر في اللغة العربية، في اللغة العربية، وبعضهم يظنون بأني أتقن الفرنسية، ولكن لحسن حظي لم أتقن الفرنسية، لأن منذ ولدت حتى الآن أدرس العربية. كان في تقاطعات في اللغتين السنغالية والعربية؟ في، لأن هناك كلمات كثيرة من الولفية في اللغة السنغالية. اسمها إيش؟ ولفية، ولف. Yeah. هناك كلمات كثيرة فيها أصلها من العربية. كلمات كثيرة جدا جدا جدا، لأن أجدادنا وأغلبهم شعراء أصلا ما شاء الله كتبوا في اللغة العربية. وفي فترة كانت اللغة المتداولة بين الشيوخ في الرسائل هي اللغة العربية. لذلك نحن نستطيع أن نقول بأن هذه اللغة موروث ثقافي. وأنت طفل وتواجه هذا الشيء الجديد عليك، لم تستغرب، لم تستصعب الأمر؟ لا، لم أستصعب، لأن مثلا في القرى في الغالب أبناؤهم يدرسون العربية. نعم. يولدون ويعني طريقهم مرسوم، حتما أنت تلتحق بالدار بالمدرسة القرآنية. طيب، تلتحق بالمدرسة القرآنية وتتعلم العربية. نعرف أن الكتابة غير التعلم، أنك تكتب غير أنك تتعلم. ممكن الواحد يتعلم لغة، لكن أن يكتب بها هذا الأمر ليس سهلا، وأن يكتب شعرا بها هذا أمر يحتاج إلى تحدي كبير، فحدثنا عن هذه النقطة. صحيح، أنا أؤمن بأن اللغة آلة أو أداة، لأن الشعر موجود في كل مكان في العالم، في كل الشوارع، فقط يبقى أن نتقن اللغة التي نريد أن نرسم بها. نعم. لو حاولت بلغة الأصلية الولفية لاستطعت أن أكتب قصيدة. ولكن يعني قدري هو العربية. في البداية ستكون المحاولة صعبة، لأن يعني هناك عملية ذهنية يعني تشبه إلى حد كبير بعملية الترجمة. نعم. مثلا تريد أن تكتب العربية في البداية، ولكن بالضرورة أنت ستفكر خارج إطار اللغة العربية، ستفكر بلغة الأم. نعم. الصورة الشعرية التي تريدها. نعم. وبعد ذلك ستحاول أن تكتب هذه الفكرة بالعربية. أنا تتخيل الصورة بلغتك الأم. أيوة، ولكن مع الممارسة. نعم. بالكتابة تتخلص منها. تتخلص منها. عبء كبير أن تتخيل الصورة بلغة وتحاول كتابتها بلغة أخرى. بالضرورة، بالضرورة، هذا لأن يعني اللغة ممارسة. نعم. لذلك في البداية مثلا الآن أستطيع أن أقول بأن أكثر حواراتي حتى بالرسائل العشوائية. نعم. أكثرها عربية. تتحدث العربية الفصحى؟ أيوة. جميل. أنا لا أحب الحديث باللهجة أصلاً. نعم. عربية الفصحى فقط، ولكن من قبل حينما كنت في السنغال بالضرورة رسائلي وحواراتي وأحاديث اليومية كلها باللغة المحلية. إذن كنت في حاجة إلى وسط أتصالح فيه مع اللغة العربية بعمق. نعم. لذلك الآن أستطيع أن أقول بأنني أكتب وأفكر إذا أردت باللغة العربية. أكتب وأفكر. أفكر. أيوة. جدا مهمة. أيوة. لأن أفكر هو العبء الذي تكلمت عنه قبل قليل. أيوة. هل تشعر أنك تحررت من هذا العبء الآن؟ 90% أستطيع أن أقول نعم. بنسبة كبيرة إذا. نعم. لأنك أساساً تكتب الشعر العربي بمستوى رفيع جداً. أنا كمتلقي أقول لك هذا الكلام. هذا شرف يعني. الله يسعدك، هذا كلام حقيقي. أنا أقول لك أنك تكتب الآن لمرات وأنا أستمع إليك عبد العزيز أقول كيف أتى بها؟ هذه تحتاج إلى أحد يفهم ويدرك كل بعد للكلمة الموجودة في القصيدة. فأنا الآن أسألك، أنت قلت أحياناً أرى الصورة بلغة الأم ثم أحاول ترجمتها وهذا العبء. طيب، أنت الآن كونك تستطيع كتابة الشعر بلغتك الأم طبعا،
بس ما حاولت. ما حاولت لكن تشعر بأنك تستطيع. إيه أشعر. أنت الآن وأنت تقرأ، لنقول ما نقول تكتب، وأنت تقرأ الشعر في لغتك الأم وأنت تكتبه أو تقرأه في اللغة العربية، هل تجد فارقا في الصورة أو في الحس أو في التلقي؟ أستطيع أن أقول بأني سأجد فارقا كبيرا. إيه كبيرا جدا، لأن الكفة تميل أين؟ إلى اللغة العربية طبعا. لماذا؟ لأن قراءاتي في اللغة العربية في الشعر العربي يعني أكبر أو أكثر بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. نادرا ما أقرأ الشعر المكتوب بلغتنا. نعم. أو في الأغاني ممكن، لأن الغالبية الذين كتبوا باللغة كتبوا الشعر في عندنا كتبوا باللغة العربية. 95% كتبوا باللغة العربية. لذلك أنا كما قلت الآن منذ صغري وأنا أهضم التراث العربي شعرا ونثرا. لذلك بالضرورة خياليا ذهنيا أتصالح مع اللغة العربية أكثر من اللغة المحلية. جميل. أنت الآن تكتب الشعر العربي وتقرأ الشعر، أو خلنا نقول تستطيع أيضا أن تكتب الشعر بلغتك الأم كمترجم. الآن أقول لك أنت يا عبد العزيز مترجم، تترجم العربية إلى غير الناطقين بها في بلدك، هل تستطيع نقل روح القصيدة العربية إلى هناك من غير أن تخسر أي شيء من النص؟ والله لا أظن أني سأوفق في هذا. لماذا؟ أنا أعتقد بأن روح القصيدة ستبقى روح القصيدة في اللغة التي كتبت بها القصيدة. لأن الترجمة مثلا الشاعر حينما يكتب القصيدة هناك مشاعر متشابكة في داخله، وحده الذي يستطيع أن يترجم القصيدة إلى لغة أخرى بكل تفاصيلها أو فلنقول 90%. أما أنا أو غيري لا سيما إذا لم يعني نحط بجميع ثقافات القصيدة سيصعب بنسبة كبيرة أن ننقلها إلى لغة أخرى بكفتين متوازيتين. هذا بالنسبة لي شيء صعب جدا. يعني حتى وأن تتقن اللغتين لن تستطيع أن تنقل الحس والروح مثل ما هو. طبعا هذا يعني هذا قناعتي الشخصية. ما الذي سنخسره عبد العزيز بغض النظر عن الاشتباكات العاطفية داخل قصيدة الشاعر؟ أتكلم عن اللغة كلغة وكجرس موسيقي كمجازات وكصور. إذا أردت أن أنقل هذا الأمر قواعديا أيضا سيسقط شيء، هل هنا موجود في اللغة العربية شيء غير موجود هناك؟ أعتقد كل ما هو موجود في اللغة العربية موجود في اللغات الأخرى. نعم. فسنفقد المجازات والجرس الموسيقي فقط؟ أيوة. الروح، روح القصيدة. مثلا قبل أيام أنا عندي قصيدة مترجمة ولكن بنسختين مختلفتين. تمام. ممكن نسمع شيء منها؟ أخاف أن تكون بعيدة لأن القصيدة ليس لي بس لشاعر سنغالي اسمه ليوبو سداس عمر. القصيدة يعني ترجمها شاعر تونسي جمال الجلاسي. الترجمة الأولى. وترجمة الثانية أعتقد ترجمها أديب كويتي، لأن هذا الكتاب وجدته عند الفنون والثقافة ما أدري وهنا في عالم الأدب أو عالم المعرفة ما أدري. ولكن سألت بعضهم ما هو الشيء المختلف بين الترجمتين. يعني أنت سألت نفسك هذا السؤال أيضا. سألت نفسي وسألت يعني الآخرين. ولكن هؤلاء يقولون هذا أفضل وهؤلاء يقولون هذا أفضل. فبدأ لي الأمر كأنه الترجمة في الغالب نفس حالة القصيدة ذوق. هناك قدر كبير من الذوق لكن روح القصيدة تظل بلغتها الأم. نعم.
نعم. روح القصيدة أعتقد لا يمكن نقلها إلى لغة أخرى. طيب، إذا سألنا هل القصيدة تعتبر حالة فعل أم حالة رد فعل؟ هل نحن نكتب متى نريد أم نكتب متى تريد القصيدة؟ هنا أتذكر يعني علي زبيد، لا أدري، ربما هناك شعراء كثروا قالوا هذا المقطع. لا أكتب شعر إن شعر يكتبني، لأن هذا أمر في أماكن مختلفة. ولكن أنا أؤمن بأن القصيدة حالة إبداعية تأتي في أي وقت، تأتي في أي وقت في أي مكان. وأحيانا تكون القصيدة نتيجة قراءة. نتيجة قراءة. قراءة لماذا؟ مثلا احيانا ممكن ان اقرا في روايه معينه او في كتاب فلسفي معين شيء يلامسني، يوقظ في داخلي شيئا ما، وهذا الشيء يعني يكون فكره جديده بالنسبه لي. انت تتقمص اشياء اخرى، اشياء اخرى لم تشعر بها اللحظه. نعم، انما انعكست من داخلك في داخلك بتقمصك لروايه او لموسيقى او لفيلم ما. ايوه ولكن شخصيا احيانا اجد هذه الفكره فكره جديده، مثلا في من نتيجه قراءه معينه او قطعه موسيقيه او حتى في مكان ما. ولكن لا اكتب هذه الفكره مباشره، وربما ستحتاج الفكره الى فتره اختماريه. ولكن اذا القصيده يعني جاءت بنفسها، مثلا بمطلع قصيدة، يعني لا بأس، أنا سأدون وأستمر إلى شيء آخر حتى في الوقت المناسب وأكتب. ولكن أؤمن بأن القصيدة حالة إبداعية تطرق باب الشاعر، تطرق باب الشاعر حيث لا يعلم. نعم، في القصيدة حالة رد فعل. أعتقد أو كما يقول جاسم صحيح، القصيدة يعني تتكلف البيت الأول وأنت عليك أن تكمل، لكن فقط هي تمنحك المفتاح. بس عبد العزيز، ما تؤمن أو ما تتفق معي أن القصيدة مو دائما تكتب من البيت الأول؟ ممكن إذا نظرنا إلى تجربة شخصية، كأحيانا تبدأ قصيدة ولكن تعرف بأن هذا البيت الذي بدأت به ليس صالحا ليكون هو المطلع. لا، أنا أقصد أنك ممكن تبدأ من المنتصف، يعني ما صحيح. تبدأ من مطلع. صحيح يعني أحيانا فعلا نكتب المطلع. أنا عندي بعض القصائد يعني نكتب المطلع ولا يعني نقول لا نحتاج مطلع أفضل، لكن أحيانا نكتب من المنتصف أو من النهاية حتى ثم نضع المطلع. هذا صحيح. فكيف يعني كيف نرى أو كيف نرد على رد شاعرنا الكبير أبو أحمد جاسم الصحيح في أن القصيدة تطلب منك البيت الأول فقط؟ البيت الأول بمعنى في أي مكان في القصيدة، مش المطلع. ممكن يعني أعتقد أن هذا ما 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 يقصده. معنا. نعم. ما يقصده بأن حتى ولو أعطتك القصيدة بيتا، ما أدري يكون البيت الأخير أو بيت في المنتصف أو البيت الأول، هي أعطتك المفتاح. نعم. أحيانا ممكن ربما ستبني القصيدة من أسفلها إلى أعلى. صحيح. طيب، إحنا الآن يعني ونحن نستمع إلى كلماتك في الشعر نود أن نستمع منك شعرا. هذه القصيدة. نعم. كما قلت، أنا لما ولدت في القرية وأنا في سنة الخامسة من العمر أو السادسة، ذهب بي إلى المدرسة القرآنية، ومن هنا فارقت أمي ولم أرها إلا بعد سنوات، يعني 7 سنوات أو أكثر. وهذه القصيدة كتبتها. ننتظر قصيدة عظيمة إذا. أيوة. عيون على حافة الذكرى. العنوان بروحة قصيدة. حبيبي. أتذكرني عيناك؟ يذكرني الليل، ويذكرني منذ احتسى أضلع النسل. وأذكرني منذ لامستني نجمة الحنين، فجئت الآن يحملني ظله. فتاك الذي
منذ القصيدة لم يزل بكل أناشيد المحبة يبتله. جميل. فتاك الذي من فرط رقة قلبه تورد في أعماقه القمر الخل. فتاك الذي قد عاد من جهة الهديل متعب صوت في ملامحه رمل. إلى الوهج الفضي عدت مطوقا وماء الظنون المشتهى في ينشل. أنا أذكر الروح التي ما جرحتها سهادا سوى انسابت محبتها الوطل. وأذكر نهرا كان يجري على يد وأرحم منها هذه الأعين النجل. أتذكرني؟ أدري قليلا كبرت مثل كل الذي من قامة الريح ينسل. كبرت ولكن كلما شاخ في جوانحي ذلك الطفل الوديع بكى طفل. أتذكرني عيناك؟ أصبحت عاشقا ولي نجمة في بؤرة القلب تنهل. أتذكرني؟ أدري كأنفاسك التي تدفئ ماء الروح شوقا فيخضل. يا سلام. كصوتك كالنبع القديم كبسمة تضوع في إشراقها الورد والفل. يا سلام. جميل. وتعرف لي عيناك أكثر من دمي وأكثر من صوت الذي داخلي يعلو. يا سلام يا سلام يا عبد العزيز. طيب. يا سلام، لا فضفوك. والله يا عبد العزيز أنت تتحدى نفسك وتتفوق عليها أيضا، وغير ذلك لم تتحدى نفسك فقط في كتابة القصيدة العربية، اللي هي أنا بالنسبة لي أنا أشوف أن القصيدة العربية هي أكثر قصيدة رفيعة المستوى في كل اللغات. أنت تحديت نفسك وكتبتها بشكل عظيم وعالي، لكن أيضا أتيت وتحديت شعراء العربية اللي هم ينطقون بلغتهم الأصلية اللي هي العربية في أمير الشعراء. والله أنا يعني دائما أقول بأن اللغة ليست لأحد، ليس حكرا على أي أحد. نعم. كل من حاول في لغة، في أي لغة ومارسها، سيجد ما يريده في هذه اللغة. أقول بأن يعني لو كانت اللغة هي الهوية الوحيدة لأي إنسان، أستطيع أن أقول بأني عربي. نعم. نعم. لأنني متصالحة مع العربية. فأنت ترى أنك ترى الروح العربية تسري في داخلك. طبعا. فدخولك لأمير الشعراء، دخولك للتحدي بقصيدة عربية أنت تنتمي لها. طبعا. وكيف يعني كيف كانت تجربتك وأنت في وسط، أظن أن أي واحد في المسابقة ينظر للشعراء من السنغال والمالي من الكاميرون من هذه الدول ينظرون باستغراب باندهاش. ولا إلى حد القول بعضهم أحيانا يعني لا يقولون هذا جهارا، ولكن يقولون هذا، وبعضهم يعني يبلغون. نعم. يقولون بأن هؤلاء أتوا لتكملة العدد. يقولون ذلك. ثم تفاجئهم أنت. أيوة. وتأتي إلى المرحلة قبل النهائية. أيوة. كيف كانت تجربتك في أمير الشعراء؟ التجربة صراحة كانت جميلة. أنا كنت أتابعك بالمناسبة. شكرا. ووجدت أنك قدمت نصوص عظيمة جدا وأحسنت الاختيار. والله شكرا. حاولت في المسابقة أن أخسر نفسي وأقدم ما كنت مقتنع به شعريا وليس يعني مناسباتيا كهذه المسابقة، لأنني أؤمن بأن الشاعر الذي يكتب للمسابقات سيخسر روحه. صح. صراحة. صح. دخلت أمير الشعراء وأنا أؤمن بأني شاعر. جميل. وخرجت وأنا مؤمن بأني شاعر. جميل جيد. ولكن استفدت كثيرا هناك. شنو استفدت؟ باحتكاك الثقافات. أنا أخذت من زملائي الكثير الكثير. نعم. كشاعر شاب أستطيع أن أقول بأنني كنت أحتاج إلى شيء من الأضواء صراحة، لأن كثير منا أحيانا نشعر بأننا نعيش في الهامش. نعم. حتى لا نشارك في أمسيات كثيرة مثلا. صحيح. و
حينما ترى أشعر أشاق الآخرين يشاركون في الأمسيات والمهرجانات وتعرف بأنك مثلهم تماما، ولكن حظك يعني شبه معدوم. أنت ترى أهمية الشاعر في مشاركته في مسابقات أو في الأمسيات وما إلى ذلك؟ لا، هل تكمن يعني أهمية الشاعر أو تقييم الشاعر إلى هذه، وله يحتاجها فقط لضوء ما حتى يصل إلى المتلقي؟ أنا أعتقد بأن الشاعر هو قصيدته. نعم. قصيدته هو فقط، ولكن أحيانا تحتاج إلى مساحة لكي تقول. نعم. الذين يريدون أن يقرأوا لك أحيانا يريدون أن يسمعوا. نعم. لذلك لا بأس يعني إذا ما تشعر أن هذا يبدأ دور هذا أساسا يبدأ من الشاعر نفسه في تسويق نفسه؟ صحيح، هذا صحيح، ولكن كما تعرف الساحة الآن ساحة ممتلئة يعني. ممتلئة يعني بالضوضاء. مع ذلك إذا لم تكن يعني مجاملا مع بعضهم يعني فحظك في هذه الدعوات قليلة. طيب، ما بعد أمير الشعراء أكبر مسابقة تلفزيونية في تنافسية الشعر بشكل عام من غير موضوع، يعني هي تعد الأكبر، ما حصل، ما هذا ما يعتبر ضوء كبير؟ بلى صراحة، يعني بعضهم كانوا يعرفونني قبل أمير الشعراء. نعم. ولكن بعد أمير الشعراء يعني أصبحت معروفا أكثر. وأمير الشعراء هذا البرنامج ممكن يختصر لك الطريق إلى الأضواء. نعم. الشهرة بنسبة أصبحت معروفا أكثر لدى من؟ لدى القارئ العربي وغير العربي، في عموم الأقطار العربية. أيوة. لمست الفرق؟ لمست الفرق؟ وضعت يدك على فرق ما بعد مشاركتك؟ طبعا بالنسبة للقراء. نعم. لمست الفرق هناك، حتى في 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 قصيدتي، لأن بعد أمير الشعراء يعني أحاول دائما أن أقدم، لأن الناس بعد هذه مثل هذه البرامج سينتظرون منك الأجمل. نعم. صراحة، لأنك في مسابقة تلفزيونية تحاول أن تأتي بأجمل ما كتبته. طيب عبد العزيز، أنت يعني أنا عرفتك منذ البداية في الكويت، كنت رجل مجتهد جدا، تحضر الأمسيات الشعرية باستمرار، تتابع الحراك الثقافي، تتابع الدواوين الشعرية، تحاول أن تحصل عليها. لكن يعني أذكر أنا في أمسياتي كنت أجدك دائما، وكنت أحب يعني أني أتفحص الوجوه لأرى أنك موجود، لكن لم أكن أعرف أنك شاعر، لم تقدم لي نفسك، لماذا؟ ولا حتى الآن أنا لا أقدم نفسي كشاعر في أي مناسبة أو في أي لقاء، لأنني حينما أحضر إلى في أمسيتك أو في أمسية شاعر صديق معين، أو حتى إذا لم يكن صديقا ولكن أؤمن بأنه شاعر، أحضر كأحد هواة القصيدة وليس أكثر. هذا تواضع منك. يعني أريد أن أكون كما أنا صراحة. أنت متواضع أمانة. أنا بعد ما عرفت يعني بعد هذا المشهد، أظن كانت لي أسبوعها في جامعة ما والتقينا، ثم وجدت أنك شاعر وتكتب وكذا، فأدهشني هذا الأمر، واندهشت أكثر حين استمعت إلى شعرك. شرف أنا أقول أن عبد العزيز يكتب قصيدة حقيقية ويشارك في برنامج كبير ويصل إلى مرحلة قبل النهائية، لكن هل كنت مقتنعا قبل المشاركة بأن هذا البرنامج يقوم على آلية تصويت مثلا؟ كنت أعرف ذلك، ولكن بما أنني يعني كنت متابع برنامج أمير الشعراء من فترة، يعني أنا أستطيع أن أقول بأنني تابعت جميع المواسم. نعم. وكنت أقول بأنني سأشارك يوما ما. جميل. ولكن في مشاركتي لم أكن أريد المشاركة صراحة، وكنت أقول بأنني سأؤجل هذا الحلم، ولكن هناك صديق معين يعني قريب جدا قال لي شارك، شعرك يستحق أن يشارك. نعم. وأنا شاركت في آخر يوم. آخر يوم. آخر يوم. صديقك هذا كان ناصحا أمينا يا عبد العزيز. صراحة وما زال كذلك. وأنا أقول لك أن الشعر الحقيقي يثبت نفسه، وأنت أثبت هذا في تجربتك في البرنامج. ونتجه إلى
محور مهم بالنسبة لي، النقد. نعرف أن هناك فجوة غير مردومة بين الشاعر والناقد. الشاعر يظن أحياناً أن الناقد لا يستطيع الوصول إلى العمق الإبداعي أو العمق الفكري للنص، أنه ينقد بشكل هيكلي، بشكل قواعدي، بشكل بعيد عن حس الشاعر الخاص. فما رأيك أنت؟ أنا أؤمن بأن الناقد يجب أن يكون أعلى من الشاعر. كيف؟ الأعلى بالنسبة لمؤهل علمي أم الأعلى بالنسبة كشاعر أعلى منه؟ بالنسبة لمؤهل علمي معرفي، لأن الشاعر يقف في حدود معين، والذي ينقد هذا الشعر يكون أن يكون على أرضية صلبة أو أعلى من أرضية الشاعر. مثلا المتنبي حينما كان يقول بأن ابن جني يعرف شعره أكثر منه، لماذا؟ لأن ابن جني كان ملما على قواعد اللغة، على الشعر بنفسه، ويعرف روح القصيدة. مثلا الناقد الذي ليس بأعلى مني مستوى لا يستطيع أن يكشف في النص ما لم أستطع أنا أن أكشفه. لذلك أنا أعتقد بأن الناقد يجب أن يتزود يعني بمعلومة خارج الشعر، حتى بالفلسفة، بالتصوف، بأي شيء آخر، لأن القصيدة يعني اختصار لموقف معين، لفكرة معينة. هناك دائما المسكوت عنه في القصيدة ما بين السطور. إذا لم يكن الناقد يعني مثقفا عاليا وعنده مؤهلات علمية لسبر أغوار القصيدة، يعني كيف يأتي يبدع في القصيدة هو؟ والبرامج الشعرية الآن تقدم هؤلاء النقاد؟ أنا أعتقد البرامج الشعرية المسابقات يعني تختلف إلى حد ما. الناقد سيقول أشياء مهمة جدا، ولكن سيتجاهل أشياء كثيرة أيضا. لأن حينما مثلا بعض القصائد ندرك كشعراء عندنا ذوق بأن هذه القصيدة مثلا ضعيفة، ولكن الناقد سيحاول أن يمكيج، يعني يضع مكياج على هذا النص. لأن إذا انتقد النص بكامله، هذا يقول هذا الموقف يبدي بأن مستوى البرنامج هذا مستوى ضعيف. لذلك لابد في هذه البرامج يعني من شيء من المجاملات. تؤمن أن القصيدة أحيانا ما تكون هي محل النقد بل الشاعر؟ نعم أو لا؟ أنا أؤمن بالقصيدة صراحة. لا أنا أقصد بالنسبة للقصيدة عند النقاد، أقدم لهم 20 قصيدة وأستمع لهم 20 مرة، أرى أن النقد يختلف باختلاف الشعر وليس باختلاف القصيدة. هذا صحيح. أنت ترى بذلك يعني؟ إيه. وأيضا يعني بعض النقاد لا يحكمون النص بفنيات النقد، ولكن بالذوق فقط. بالذوق فقط. بالذوق فقط. وإذا إذا كان النقد معتمدا على الذائقة فلا هو نقد ولا شعر. طبعا. طيب الآن عبد العزيز، بعد آلاف الأعوام من الشعر، كيف تعرف الشعر؟ تعريفك للشعر؟ طبعا هو آلاف الأعوام، نقول أنه كل كلام موزون مقفى، لكن هذا الآن ليس بالتعريف الذي يناسب عصرنا، فكيف تعرفه أنت؟ والله لو نظرنا إلى مقولة هيراقليطس الفيلسوف الإغريقي بأن النهر لا يمكن أن يعبر مرتين، سندرك بأن الشعر حالة متجددة، والزمن أيضا يتجدد، وقضايا الإنسان تتغير. وكل شيء يعني يتغير. هذا كلام جميل وفلسفي عظيم. في حالة سيولة، كل شيء في حالة سيولة. إذا كان كذلك يعني أعتقد بأن حتى في الفترة التي قيل فيها هذا التعريف، الشعر كلام موضوع مقفى له معنى، القصائد في تلك الفترة كانت أعلى من هذا التعريف. صراحة هذا التعريف يعني تعريف للمنظومات، الهيكلة فقط. أيوة. لذلك أنا أعتقد بأن الشعر مثل الحب، لا يحد، لا يمكن تعريفه. جميل. صراحة. أنت الآن فيلسوف وعاشق. فهل تظن أن الفلسفة تخدم القصيدة الآن أم هي عبء عليها؟ أنا أقول الفلسفة سلاح ذو حدين بالنسبة للشاعر. لأن الفلسفة دائما تقوم بتقريب الأشياء. إذا كان كذلك نستطيع أن نستفيد من الفلسفة. وبكل بساطة. ولكن أحيانا حينما نفرش في الفلسفة
ستحول الفلسفة شعرنا إلى لغز. لغز شعر كما يقول بوركس ليس لغزا بل عاطفة ومتعة. لذلك الفلسفة إذا كانت توصف الجمال فإن الشعر هو الذي يبدع الجمال. إذن نستطيع أن نستعين من الفلسفة، ولكن إذا فرطنا به ممكن يعني أن تؤدي إلى لغز. يعني إحنا نتكلم هنا عن الفلسفة ولنقل أن الرمزية تنوب عنها أحيانا، في أن الرمزية تشير بشيء ما بشكل فلسفي إلى المعنى، لكن إذا كانت هذه الرمزية ليست واضحة لا يمكن تأويلها، إذن هي عبء على النص، هكذا تقول؟ أيوة طبعا. طيب أنت الآن وأنت تقرأ شعرك أشعر بهذه الرمزيات موجودة، لكني أمانة أستسيغها، أراها جميلة. متى تشعر أن هذا الترميز عبء عليك؟ هل إذا كان لا يحمل معنى فقط تلاعب مجازي ولغوي، أم إذا أنت لم تفهمه ممكن الشاعر يكون عنده معنى لكن أنت لم تصل إليه، فهل ممكن نكون هنا ظلمنا الشاعر؟ أعتقد كتجربة شخصية، أنا عندما أكتب صورة شعرية بطريقة رمزية سأحاول أن أراجع يعني هذه الصورة، إذا وجدتها صورة بعيدة ممكن أقوم بتغييرها وتقريبها، لأن بعض الصور يعني العميقة جدا لا يمكن لأحد أن يعرفها إلا الشاعر، أو سنقوم بمجرد تخمينها يعني وخلق معاني متعددة. لذلك أعتقد بأن يعني الإغراق في الغموض هذا ضياع للقصيدة. الغموض يجب أن يكون شفيفا، يعني يجب أن يحتمل تأويل حتى ولو لم يكن التأويل الذي يقصده الشاعر. أي أيوه. بس يعني يكون يعني صورة مفتوحة، كل واحد يستطيع أن يأخذ منها، أن ينظر إليها من جانب. أما بعض يعني بعض الصور مليئة بالضبابية لا أحد يعرفها، فلا نستفيد من الشعر ولا من القصيدة. أيوة. طيب إذا أردنا أن نسألك سؤال، ما هو البيت الذي يطمح عبد العزيز أن يردد عنه بعد 1000 عام؟ هناك شاعر سنغالي اسمه السيد شيخ أحمد تيجان سيه المكتوب، نعم، يقول أحب جمال الله في كل خلقه ولولا جمال الله ما التذ عاقله. جميل. وجوه حسان لا أحب فراقها وألفاظ در صيغ منها الشمائل، فإن لم تكن تحيا بهذا قلوبكم فقلبي بها يحيا وإن قال قائله. الله. أنا أردد هذه الأبيات الثلاثة دائما لأن أؤمن بالجمال. الأبيات التي تريد أن تردد عنك أنت؟ ممكن. لا لا لا، لو كان الديوان هذا الجميل الذي بين يديك فيه بيت واحد تود أن يردد عنك، كنت ستختار أي بيت؟ أو فلنقول البيت الأخير الذي اقتبست منه بعض شيء يعني من الشاعر الكبير البردوني. ولا يزال فمي الحيران يسأل من هذا الذي يمتطي وجهي ويرتحله. جميل جميل. والله الحلقة معك جميلة وممتعة وما ودنا تنتهي، لكن الوقت يداهمنا، فنحتاج منك الآن كلمة توجهها لبودكاست شاعر. والله تفاجأت جدا لأن الحلقة هذه ممتعة صراحة جدا، استمتعنا. لا أدري هل الشعراء الذين سيأتون من بعدي سيستمتعون كما استمتعوا، لأنني لا أريدهم أن يستمتعوا مثل ما استمتعوا يعني. لأن الجلسة خفيفة وجميلة جدا. الله يسعدك، وإحنا تشرفنا جدا فيك، ونحتاج نسمع منك نص أخير تختم به الحلقة. النص الأخير سيكون خارج الديوان. جميل، إذا حصري لنا هذا النص. أيوة. ما تبقى من الولد أكاد أجف سوى من حنيني ومن ذكريات الفتى الأسعد، لذلك كسرت جرة صوتي فسال صدى الروح كالزبدي. وقلت أيا ليل كني قليلا وجرق همومي يا سيدي، أنا مطر يابس غير أن القصائد تخطل من جسدي،
كثيرا تغربت في داخلي وغبت عن الدرب والبلد، وعودت قلبي على الجريان إلى نهر حب بلا موعد. أنا الماوراء يحاولني وجهي المتمثل في المشهد، خفي كحزني ومتضح حد أن اختفيت ولم أقصدي. الله جميل. ومن حيرة محضة أمنح الناس سر الوصول ولم أهتدي، وصوت الذي في برار الكلام جرى لم يعد لي لم يعدي. أنا هذه الذكريات وسيد بهجتها وأنا مددي. وما زلت كالناس أحصي جراحي وأنسى وأحصي بلا عددي، أطل على أي شيء يشابه قلبي، أناديه يا كبدي فقط كن صديقي وصاحب خطايا إلى آخر جرح في الولد، وإن شئت كن لغتي ثم أغمث الروح في شبهة الشعر للأبد، وسمي الذي بيننا وحدة لشهود ولكن بلا مشهد. تمنيت لو أنني سرت نهر أغاني جرى دون ما عقدي، فأهدي إلى ولد لم يخن في يوما سوى قامة الجسد، وأهديه عصفورتين ودراجة غيمة وهوى البلد، وسرب النجوم من السهرات القديمة في ذلك الموقد. سلام على قلبك الرحب يا صاحبا كنته ذات عمر الندي، سلام على حلمنا المستحيل الذي قد كبرنا ولم يولد. سلام على كل شيء مضى وعلى ما تبقى من الولد. الله عليك.